دي واجهة الموقع. الشركة يا جماعة شركة أمريكية، هي شركة جديدة ممكن ما كملتش لسه سنة واحدة، إنما هي قدرت فعلا إنها تثبت نفسها كويس أوي 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 أوي. طبعا فكرة الشركة في البداية اختلفت، كانت مختلفة عن الحال. في الأول كانت مديها امتيازات أسهل شوية، المرة دي قلت هذه الامتيازات، ولكن أنت مع المجهود بترجع الامتيازات ليك تاني. إنما اللي موجود حاليا هو ده الطبيعي، لكن الأول كان هو بس علشان كانت الشركة لسه في البداية، فكانت مديها عضوية جولدن الأول تقريبا 1000 مشترك أو حاجة زي كده. طبعا احنا اتأخرنا في الموضوع ده، لكن حاليا الشركة فعلا من أقوى أقوى وأفضل الشركات الربحية على الإنترنت فعلا، وسهلة وصديقة جدا. ما اللي بيختلف الشركة دي عن أي شركة تانية هي العمولة، إن هي بتاخد عمولة من التحويل 33 سنت. طبعا الأول ما كانش فيه حد أدنى للدفع، لكن دلوقتي هو الحد الأدنى للدفع هو $5، لكن أنت بتقدر تكونه بسرعة. يعني أنت في خلال أول 10 أيام بتقدر تكون 3.75 دولار، فبتقدر تأجر فيهم الريفيرال، بيبدأ الريفيرال وملفات الإحالة أو رابط الإحالة بتاعتك بتقدر تساعدك في إنها تلم فلوس معاك. أهم حاجة هو الصبر في الموقع، وإن شاء الله هتجني، وإن شاء الله بإذن الله أنا هوصلك إن أنت تاخد $100 في الشهر الواحد، $100 في الشهر الواحد، وده في بداية ال6 شهور الأولانية. بعد 6 شهور بيشتغل في الموقع إن شاء الله هوصلك إنك تاخد $100 في الأسبوع. المهم إن الصبر، العملية كلها ربع ساعة كل يوم تخلص الموقع. طبعا في حاجة تانية عاوز أقولها لكم، هي الموقع عليه حماية قوية جدا. الحماية دي لو انت سجلت باكتر من اكونت على اي بي وجهاز واحد هيتم كشفك فورا، وساعتها مش هتقدر تخش على الموقع التاني. فانت ما تستعملش اي بروكسي اي اي بي خارجي، خليك على جهازك واستخدم جهازك لاكونت واحد فقط. عشان كده انا مش هقدر اسجل معاكم تاني، لكن انا هقول لكم ازاي تسجلوا في الموقع بسهولة. ده احنا بتتك على ريجستر، هنا تكتب اليوزر نيم الخاص بيك، هنا بتكتب اسمك بالكامل، هنا بتكتب الايميل ادريس بتاعك، هنا بتعيد كتابه الايميل ادريس بتاعك، تمام. هنا الباسورد بتكتبه، دي بتسيبها وتاكد ان ده موجود وده اسمي طبعا عشان تبقى مشترك عن طريقي انا. ده الباسورد، وطبعا ان شاء الله هبدا ادعمك لاي حد هيسجل عن طريق الرابط، فانا ان شاء الله هدعمه. هنا الباسورد تكتب الباسورد، هنا تكتب عدد الباسورد، هنا السكيورتي كويشنز، هنا انت بتكتب تختار اي حاجه انت عاوزها. هنا مثلا بيقول لك مين هو افضل صديق ليك، الكلر المحبب بالنسبه لك، وبتجاوب عليه. هنا برضو نفس السكيورتي برضو بتعمل سؤال ليك انت بنفسك، انت اللي بتكتبه ايا كان السؤال ده، وتجاوب عليه وتكتب تاريخ ميلادك، وتتاكد من تاريخ ميلادك ان هو يكون مظبوط كويس جدا وتحفظه، ما تكتبش اي تاريخ تاني هو تاريخ ميلادك. البيرث بليس تكتب المكان اللي انت اتولدت فيه، تكتب مان او وومن، بعد كده تكتب حسابك على الباي بال هنا، وبعدين تكتب رمز الكابتشا وتضغط اي هاف ريد، وبعدين تك ريجستر. بعد ما تنتهي من البيانات كلها بيجي لك رساله تفعيل على الايميل بتاعك، بتروح على الايميل بتاعك وتفعل الاكونت بتاعك بسهوله جدا. لو ما طلبش منك تفعيل خلاص مفيش مشكله. طبعا انا عشان انا مسجل قبل كده فهسجل، هعمل تسجيل للدخول. هنا تكتب الكابتشا ثم لوجن. الكيبورد ده هو كيبورد حمايه، لو انت مش عاوز تستخدم كيبورد منع الاختراق فبتكتب الكلام من هنا، سواء ايميل او باسورد او حروف الكابتشا. دي الواجهه الرئيسيه للموقع. هنا بتقدر تخش على الاكونت بتاعك، لو ضغطت هنا تخش على الاكونت بتاعك اللي هو الصفحه الحاليه اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا ده اللوج اوت، ده اللوج اوت. لو انت عاوز تعمل تسجيل خروج، هنا الفروم المنتدى اللي انت بتشارك فيه، وفي صفحه عربي بتتناقش فيه مع اخوانك العرب ان شاء الله، هي موجود لو حبيت اي استفسار او اي حاجه. هنا اللي هم الواجهه الرئيسيه للموقع اللي احنا كنا شايفينها قبل كده. هنا ادفيرتس في حاله ان انت عاوز تعمل اعلان، وطبعا ده مش هيهمنا كتير. الايرن ماني، وده هو الشغل بتاعنا والاهم. طيب الاول نشرح واجهه الموقع عشان تبقى الموضوع موصل بالنسبه لك. هنا ابجريد، الابجريد ده لما تيجي تعمل تحديث للاكونت بتاعك، لو ضغطنا عليه كده عشان نلف عليه لفه سريعه. طبعا العضويات دي، العضويات الموجوده في الموقع كلها ستاندرد والسيلفر والجولدن والاوتوميت والاوتوميت بلس والسوبريور والسوبريور بلس. طبعا هنا شو كليكس كوميشنز، دي العموله، العموله اللي بتحدد ان شاء الله لما في حاله العضويات. هنا طبعا لما تيجي حضرتك بتحدث، انت ان شاء الله لما بتيجي تحدث
طبعا بتختار العضويه اللي انت عاوز تحدث لها وتختارها، وبعدين بتختار من حسابك في البيرشس بلانس او في حاله تجميعك للمال. يعني مثلا لو انت عاوز تسرق السيرفر، يعني لو انت معاك 49 دولار في لو انت معاك 49 دولار في البيرشس بلان بتاعك بتبدا انت تتحول منه. انما لو انت عاوز تجيب ترقي من بنك خارجي بتتك على ابجريد يوزنج بيمنت جيت ويز. وده طبعا لو انت لو انت مستعجل او انت عاوز تربح بسرعه بدون انك تنتظر وتدخل عضويه ستاندرد. فطبعا سيلفر او جولدن طبعا هي عضويه من دي، انت بتوصل بسرعه بتربح، زياده الربح عندك بيبقى اسرع. ولكن ان شاء الله هعلمك ازاي تعمل استراتيجيه وتختار الحساب من على الباي بال، ثم تقوم بالضغط زي حولك على باي بال، تقوم بخصم الحساب، ثم تقوم بعمليه الايه الترقيه. هنرجع تاني للوجه الرئيسي عشان نشرح اكتر. ده بالنسبه للابجريد اللي موجود على يمين الصفحه. هنا الاد فونز، هنا لو انت في حاله عاوز تستثمر في الموقع بتخش على اد فونز ومن حسابك او برده من حسابك في الباي بال. الموقع طبعا ما بيدعمش الباي باي فقط، لكن احنا ان شاء الله لما عملنا حاولنا ان احنا نراسل الادمن بتاع الجراند بوكس، فاحنا عرفنا منه ان هو ان شاء الله هيحاول انه بيحاولوا جاهدين ان هم يضيفوا بنوك ثانيه. ولكن البنوك اللي هم عاوزين يضيفوها هي تكون بنوك في نفس حجم الباي باي، وفي نفس الوقت ما يكونش في تاخير في الحوالات الخاصه بالاعضاء. هنا بتختار طبعا المكان اللي انت عاوز تحول منه، سواء من اكونت بالانس حسابك او الباي بال، ثم تضغط اللي انت عاوزه الرقم اللي انت عاوزه وتعمل سيند علشان تحط فلوس كحساب استثمار داخل الموقع. تبدا احنا هنعرفكم ان شاء الله في الدقائق الجايه ازاي تستثمر في الموقع هو عن طريق الريفيرال. هنا ريكوست بيمنت اللي هي المكان ده الريكوست بيمنت اللي هيظهر فيه الفلوس اللي انت هتحولها ولسه ما توافقش عليها، ده ريكوست بيمنت. هنا باي ريفيرال لو في حاله ان انت عاوز تشتري ريفيرال. هنا طبعا بيظهر نتيجه للنقاط، اكتر واحد بيجمع نقاط في اليوم هو اللي بياخد الجائزه من الموقع. كل الحاجات دي ان شاء الله هشرحها لكم وهكملها لكم، بس الاول نشرح ازاي نجمع المال. اول حاجه بتضغط عليها فيو ادفيرتسمنتس، فيو ادفيرتسمنتس بيخش لك على الصفحه دي. طبعا انا الحمد لله خلصت كل الضغط على اعلاناتي، تتاكد منها ان انت خلصت عليه على كله. فطبعا هذا الايه الاعلان انا بحذر منه مره واثنين وثلاثه، لان في ناس كتير جدا ضغط على هذا الاعلان وهي ما شافتهوش. طبعا الاعلان ده ضد الغش، ضد السكريبت الاوتوماتيك، ضد الريبوت، لان في ناس طبعا بتخش على الهاكرز مش عايز توفر وقت، فبتجيب سكريبت او بتجيب ريبوت بيضغط لها الاعلانات دي كلها تلقائيا بدون تدخل الايه من الشخص نفسه. بالتالي الريبوت ما بيعرفش يميز بين الاعلان والتاني، فبالتالي هيضغط على الاعلان ده فالموقع يعرف ان انت غشاش وان انت بتستخدم ريبوت، وان الشخص اللي بيضغط على الاعلانات مش شخص هيومن، مش شخص بشري، وبالتالي هيتم عمل بان نهائي لحسابك ويغلق نهائيا. ولو كان عندك فلوس كلها تضيع عليك وتروح عليك، فحذري من هذا الاعلان. انتي تشيت، انتي تشيت، حذري يا اخوان. انا خلصت الاعلانات دي كلها، لكن انا سبت لكم اعلان واحد بس زيه زي غيره علشان اعرفكم بتجمعوا الفلوس منه ازاي. ضغطوا هنا هيفتح صفحه جديده، نستنى لحد ما التحميل ما يخلص. هيظهر هنا الاعلان وهيظهر هنا، انتظر لحد ما يظهر الصور هنا، تنتظر. الموقع سهل جدا يا جماعه، سهل جدا فوق ما تتخيلوا، وفعلا صادق جدا. وانت بكل يوم ربع ساعه تقعد على الانترنت تشتغل فيه، هتبص تلاقي بعد كام 10 ايام هيكون عندك، او اكتر من 10 ايام، بعد 20 يوم 30 يوم ايا كان، هيكون معاك ان شاء الله مبلغ كويس تقدر ان انت تستثمر بيه وترقي عضوياتك. فانت اصبر وما تستعجلش. طبعا بيجي لك مجموعه من الصور، انت بتحاول تختار الصوره المقلوبه، الصوره المقلوبه، وهي دي الصوره المقلوبه. تستنى لحد ما يقول لك ثانكس فور واتشنج، تم اضافه المال الى ايه حسابي. طب عاوزين نتاكد هنا مثلا حسابي 2240 هنا، طبعا هنا البيرشس بالانس اللي انا خدتهم من حسابي هنا، انا خدتهم من حسابي وحطيتهم هنا علشان استثمر في الموقع واشتري ريفيرال اللي هو المصدر الربحي الاول ليا في الموقع بعد الضغط على الاعلانات. تاني حاجه هنا الاعلان ستاندرد ادفيرتسمنت، وهو ده الاربعه دول هم الاهم في الموقع، اهم حاجه الاربعه دول. لو انت ما ضغطتش على الاربعه دول فاتك يوم واحد بس، بتقل شغلك المباشر وبيقل نشاطك على الموقع، فالموقع بيعتبرك ان انت غير نشيط. الحاجه الثانيه انك انت ما بتستفدش من العموله اللي هتطلع لك. ثالث حاجه انك انت لما هتيجي ان شاء الله بعد كده تاجر ريفيرال او يجي عن طريق دايركت ريفيرال اللي هم الاعضاء المباشرين، لو انت ما ضغطتش على الاربعه دول مش هتحسب لك اي كوميشنز او اي عموله من الريفيرال ده. فنصيحه يا اخوان، ده اهم حاجه انك انت تتابعها. تضغط هنا، انا برده سبت لكم واحد. طبعا انت بتجون 1 سنت من الاعلان دول، يعني دول اساسا اكبر اربع اعلانات بتجمع منهم لوحدهم 4 سنت في اليوم زائد 4 بوينتس. وان شاء الله هقول لكم ايه فايده البوينتس ديت، ان انت برده بتقدر تحولها لفلوس وبتستثمر بيها في الموقع. تفتح الموقع بتستنى لحد ما يظهر لك الصور. طبعا الاعلان ده عشان كبير فالمده بتاعته بتبقى اكبر شويه، ممكن تخش في 30 ثانيه او 40 ثانيه حسب الوقت المحدد ايه ليها.
ان شاء الله انا هوقف الفيديو لحد ان شاء الله ما يكمل ونكمل بعدها. طبعا اتحملت الصور، طبعا انت برضو بتختار الصورة المطلوبة. تمام، thanks for watching. بعد كده بتنزل على الاعلانات للاكسبريس، طبعا هو هنا بيظهر لك هنا الاعلانات، طبعا انت ممكن تخلص الاعلانات كلها وبعدين تفتح بعد 3 ساعات 4 ساعات او على 7 ساعات او 8 ساعات، بيظهر لك اعلانات واحد او اثنين زي ما ظهر لنا كده، 3 اعلانات زيادة انت برضو بتضغط عليهم. الصورة المقلوبة thanks for watching وهكذا يا اخوان، وهنا خاصة بالنقط بس ان انت بتجمع النقطة. دي بالنسبة للإعلانات، ودي أول طريقة لربح المال من الجراند بوكس. تاني طريقة هي لعبة الحظ جراند جريد، دي لعبة الحظ، انت بيديك طبعا 5 محاولات انك انت تكسب من 1 سنت لحد 10 سنت، تمام؟ لكن مش من 1 لحد 10، لا اما 1 لا اما 10، لا اما 1 سنت لا اما 10 سنت. فانت طبعا على قد ما بتقدر يعني هي لعبه حظ، ما بتعتمدش على مثلا ذكاء او اي حاجه، هي عباره عن لعبه حظ، انت بتختار اي مربع من المربعات دي وليكن هذا، تختار وبعدين بتستنى لحد ما يكمل تحميل، وبعدين تشوف اذا كنت انت كسبت ولا لا. لو كسبت بيقول لك كونجراتيوليشنز، لو انت معذره لو انت ما حلفكش الحظ بيكتب لك ان انت فاضل لك 4 ضغطات وحظ اوفر في المره الجايه. يو كليك هاز بين فاليد، يعني هنا بيقول لك ان انت ما كسبتش المره دي، انت حاول المره الجايه. طبعا هنا انت بعد ما بتخلص بيجي لك ان انت ضغطت ضغطه واحده ولسه لك 4، تمام؟ فانت بتضغط الخمسه وان شاء الله ممكن تكسب لنا 1 دولار، ودي قائمه الناس اللي كسبوا، ودي قائمه الناس اللي كسبوا 10 دولار، انت وحظك. هي اسمها لعبه الايه؟ الحظ. هي 5 ضغطات. الثالثه هي المايكرو جوب. المايكرو جوب دي كانت اول موقع عمل المايكرو جوب هو الجراند بوكس. الجراند بوكس هو من افضل المواقع اللي عملت الجراند جوب مايكرو جوب، وهي طبعا رائعه جدا وبتخليك ان انت تجمع مبلغ كبير في اقل وقت اذا حبيت. انا طبعا انت تختار الفكره المهمه دي، فكره المهمه دي انك انت بتختار اي موقع من دول وتبدا ان انت تسجل فيهم عن طريق صاحب الموقع ما بيعرض عليك. انا مثلا انا كنت اخترت ده حاليا، وده هي كسبني 20 سنت في حاله ان انا خلصت المهمه دي. خش على انا دخلت على الموقع ده مثلا، طبعا هنا بيقول لك ايه صاحب اللي طالب منك انك انت تخلص المهمه وهيبعت لك الفلوس، طالب منك انك انت تسجل في الموقع عن طريق اللينك ده، بعدين بتتك على الاربع اعلانات الستاندرد لمده 3 ايام، بعد كده بتبعت له اليوزر نيم اللي انت بتبعت له اليوزر نيم اللي انت خلصتهم له على الموقع الثاني. انا طبعا انا اشتركت في الموقع ده، تمام، ومجهزه هنا، هو ده الموقع اللي انا اشتركت فيه عن طريقه. هو طلب منك انك انت تعمل تتك على 4 اعلانات للستاندرد، ده الفيكسد، ده الستاندرد، هو ده الستاندرد، هو ده الستاندرد، تضغطه على الاربع اعلانات دول لمده 3 ايام، هيحول لك 20 سنت في الموقع جراند بوكس. وطبعا ده الايميل اليوزر نيم اللي انت سجلت بيه، هو ده اللي تسجله له هناك، يعني تكتب له دن ماي يوزر هنا ماي يوزر، وتشكره على ثانك يو، ثم تضغط سند، ثم تضغط سند. اول ما بتضغط سند بيروح له، طبعا انا لسه ما خلصتش ال 3 ايام، فاضل لي يوم، فبمجرد ما اخلصه ان شاء الله هبعت الرساله دي. ديت الطريقه الثالثه للمايكرو جوب. اما الطريقه الرابعه هي البوينت كونتيست. البوينت كونتيست وهي دي عباره عن مسابقه نقاط، كل ما تجمع نقاط كل ما هتكسب، كل ما هتزداد فرصك هنا في الجدول ده، فبالتالي النقاط تربحك مال في هذه المسابقه. طيب ازاي ان احنا بنحول النقاط؟ يعني انت ممكن تكسب من تجميع النقاط، ممكن انت في خلال يوم حسب تجميعك للنقاط، ممكن في خلال اسبوع، ممكن في خلال 30 يوم اللي هو شهر. فانت اذا جمعت النقاط بتخش هنا في الجدول ده، وبالتالي بتقدر بتفوز وبتكسب ارباح ماليه. هما بالنسبه هنا للحاجه الاهم بالنسبه لموضوع النقط، لو انت عاوز تحول فلوس، لو انت عاوز تحول النقاط لفلوس تستثمرها في الموقع بدون انتظار الجدول، سهل جدا انك انت بتروح على البوينتس. البوينت دي انت معانا، انا معايا مثلا 2068 بوينت، انت لما تيجي تحولها عشان تحول النقط دي لمال، اضغط على كونفيرت بوينتس، كونفيرت بوينتس، وبيقول لك ان سعر ال 1000 ال 10000 نقطه، ال 10000 نقطه ب 1 دولار، 10000 نقطه ب 1 دولار. لو انت عاوز تجمع، لو انت جمعت 10000 نقطه تاخد 1 دولار بدل 10000 دولار. طب لو انت، لو انا مثلا معايا 2068، لو انا عاوز احول مثلا 2000
ال 2000 نقطه ب 20 سنت، ال 2000 نقطه ب 20 سنت. لو انت عاوز تحول الفلوس النقاط اللي معاك الى مال، ثمن النقطه الواحده، لو انت عاوز تحول النقطه هو 0.001، 0.0001. يبقى كل ما تزيد عدد النقاط هنا بيحسب لك قصادها بالدولارات من هنا. ده لحد ما هي الشرح الكامل لربح المال. فاضل طريقه واحده بس، وهي طريقه الاستثمار والصبر عليه، وهي الطريقه اللي ان شاء الله ممكن توصل بيها ال 100 دولار في الشهر في اول 6 شهور. بعد 6 شهور، في اول 6 شهور يعني بعد ما تعدي اول شهرين ثلاثه، اول شهرين ثلاثه هيكون ربحك ان شاء الله 100 دولار في الشهر. بعد كده بيبقى 100 دولار في الاسبوع، بعد كده ممكن توصل ل 100 دولار في اليوم. لكن ده كله ان شاء الله بعد ترقيات عضوياتك. المهم اهم حاجه في الشركه دي انها صديقه جدا جدا. طيب ازاي ان احنا نستثمر الفلوس؟ هنجي الصفحة الرئيسية. شفت انت معاك فلوس في البالانس اللي انت جمعتها؟ انا جمعت مثلا 23 سنت ونص، وكان معايا في البريشر بالانس 2 دولار و20 سنت. انت بتحط هنا اد فونس عشان تستثمر. بدايه الاستثمار من هنا، بدايه استثمار داخل الموقع وزياده الارباح من هنا. تضغط على اد فونس، تضغط على اد فونس، بعدين هيجي لك تختار الحساب بتاعك، يا اما بالبرشس بالانس، برشس بالانس او من الباي بال حسب الحساب اللي انت تمتلكه. انا عندي اكونت بالانس، انا الاكونت بالانس عندي كام؟ عندي 23.50. طيب لو احنا دخلنا او من الباي بال، لو انت ضغطت من الباي بال الموقع بيحولك على حسابك في الباي بال، وتبدا انك انت تاخد من الباي بال. وطبعا ده هي الطريقه الاسرع في ربح المال، انك انت تستثمر في موقع من مالك من الباي بال، بيوصل معدل الربح ومعدل الاستثمار سريع جدا. انا طبعا عندي الاكونت بالانس، عايز اخد منه كام عشان استثمر في موقع؟ 23.50. هنا 23.50. طبعا هقول لك ان المينيمم 10، ما ينفعش ان انت تجيب اقل من 10. تعمل سنت اكونت بالانس، وبعد كده هيقول لك ان العمليه تمت بنجاح. لما تمت بنجاح، وطبعا المال كله اتحول للبرشس بالانس. بعد كده معايا 2 دولار و 23، بقى 2 معايا 2 دولار 44. طيب بالنسبه بقى للاستثمار، احنا بنعمل ايه عشان تستثمر؟ اول حاجه بتروح تعملها اول ما يكون معاك 3.75، بتروح للرينت ريفرال، رينت ريفرالز عشان تاجر ريفرال. هنا بيقول لك ان ال 25 ريفرال يعمل حوالي 3.75، 25 ريفرال بيعمل 3.75. طبعا انا لسه ما كملتش 3.75 عشان اشتري 25 ريفرال تانيين. فانت بمجرد ما يوصل حسابك ل 3.75 تحطهم في البيرشيس بالانس من البالانس، بعدين تبدا ان انت تاجر 25. هيظهر لك هنا 25 ريفرال اللي انت اجرتهم، وهترجع انت من الاول تدوس على اعلاناتك تاني، وما تنساش الاربع الاعلانات اللي هم الاورنج البرتقالي. هنا دي الحالات اللي انا اجرتها. طبعا الحالات ديت كل يوم بتجيب لي فلوس. هنا مثلا دي الايرنت، هو جمع قد كذا، ده جمع قد كذا، ده جمع 11 سنت، ده جمع 10 سنت، ده جمع 11 سنت، ده جمع 10 سنت، وهكذا. ده كلهم بيجمعوا. طب انا ازاي اقدر احافظ على الريفرال ده؟ هنا طبعا 12 سنت، هنا تلاقي ناس جمعت 17 سنت، وهكذا. دوت كل الحالات الخاصه بيه اللي انا اجرتها من الموقع. دول كلهم، ده جمع 14 سنت ونص، دي كلها بتتجمع وتضاف لك هنا في البالانس، في الاكونت بالانس كربح ليك. طبعا دي الصفحه الثالثه اللي هي فيها واحد، ده جمع لي حوالي 19 سنت ونص، ده جمع لي حوالي 19 سنت ونص. ده بالنسبه لتاجير الريفرال. يبقى انت كده عندك خمس طرق للربح من الموقع. اول ما هو الضغط على الاعلانات، اول حاجه الضغط على الاعلانات، ثاني حاجه لعبه الحظ، ثالث حاجه المهمات انك انت تسجل في الموقع الثاني، ثالث حاجه تجميع النقاط وتحويل المال، رابع الاستثمار الاخير وهو الريفرال. وده اهم حاجه ان انت ان شاء الله بمجرد ما توصل اول مره هتبدا العمليه معاك تبقى كويسه، تبدا تحس انك انت بتربح فعلا. طيب بالنسبه بقى للحاجه الاخيره في الموقع قبل ما بالنسبه لموضوع الربح، هي استراتيجيه الريفرال. طبعا الريفرال هو بيديك 30 يوم ان شاء الله، بيديك 30 يوم لكل ريفرال، يعني انت بتاجر رابط الاحاله ده لمده 30 يوم. طبعا هنا بيقول لك معدل الضغط بتاعه كذا. طبعا في ناس بتقول لك ان معدل الضغط المفروض ان ما يقلش عن من 8 ل من 8 ل 10 ونص، من 8 ل 10 ونص يبقى ريفرال ده كويس، مش اقل من كده يبقى مقصر عليك، فانت المفروض ان انت تغير الريفرال. طيب انت ازاي تعرف الريفرال كويس وتجدد له، وتعرف ان انت تغير الريفرال امتى؟ تسيب الريفرال يضيع منك او ما انتش عاوزه. طبعا احنا على قد ما نقدر ان احنا نشرح لكم ازاي تغير الريفرال امتى، في حاله لو انت معاك فلوس في البالانس، وامتى تمدد للريفرال. طبعا الريفرال اللي يعدي 10 اللي يعدي 10 ده كويس، وسيبه يفضل معاك على طول وده تجدد له بسهوله. طب هنفرض مثلا ده الريفرال معدي عندي 10، انت كده علامه صح، وبعد كده هنقوم واخدين نجدد له 15 يوم. لو انت جددت له 15 يوم هيتحسب عليك التجديد ب7.5. هو الريفرال ب 15
سنت. تجديد الريفرال الواحد هو ب 15 سنت. لو انت تأجر له 15 يوم 7.5، لو انت تأجر له 30 يوم بيحسب لك 5% ديسكاونت، بيحسب لك 5% ديسكاونت. فمثلا بدل ما يبقى مثلا هتجدد له ب 15، لا هتجدد له ب 14.2 تقريبا، وهكذا. بالنسبه لتجديد الريفرال الكويس، طب امتى بقى اغير الريفرال لو هو معدل ضغطاته مش عاجبني؟ يعني مثلا هنجيب وده معدل ضغطاته مش عاجبني الست ده، بتعمل كده هو فاضل عليه 17 يوم. طبعا لو انت عندك ريفرال ما ضغطش خالص سيبه، افضل سيبه لحد ما يجي 8 ايام. لو جه 8 ايام ولسه ما ضغطش خالص الموقع هيغيره لك اوتوماتيك لوحده. انما لو ضغط ضغطه واحده او ضغطتين واتحسب عليك كده الموقع مش هيغيره لك، وبالتالي انت تغيره في الريسايكل وتبدا انت تغيره ب 7 سنت. هيبدا تغيره ب 7 سنت عشان يجي لك الريفرال تاني. يبقى انت مضطر ان انت يبقى الريفرال اللي هتغيره هو الريفرال اللي معدل ضغطه اقل من 8 من 10، اقل من 8 من 10، وما ضغطش لمده مثلا 5 ايام او 4 ايام او 6 ايام من تاريخ التاجير او من تاريخ التغيير. دي الاستراتيجيه يا جماعه. فانتوا ان شاء الله لحد ما تكونوا، عايزكم لحد ما تكونوا ان شاء الله 100 ريفيرال او 200 ريفيرال مؤجره، تبدا ان انت اللي انت تلعب عليه هو انك تغير وتجدد، تغير وتجدد، تغير وتجدد، لحد ما يجي لك 100 ريفيرال كلهم شغالين تمام جدا، هيطلع لك منهم فيما لا يقل عن 10 دولار او 20 دولار لوحدهم في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. فتقدر انك انت في خلال كام يوم مع ميزه مع المايكرو جوب، مع البوينتس كونتست، مع الادفيرتسمنت، تقدر انك انت توصل ل 80 دولار وتبدا ترقي عضويتك الاولى اللي هي الجولدن. بس كل ده بسهوله جدا، ان انت تقدر ترقي عضويتك وتبقى جولدن ويبقى ليك المميزات الثانيه. اتمنى من الله عز وجل ان انا اكون اتوفقت في الشرح ليكم، ولو كنت نسيت اي حاجه في الموقع فانا باسف. ان شاء الله لو اي حد فيكم عاوز اي استفسار او اي حاجه بخصوص الموقع او اي نصيحه، انت سيب ان شاء الله رساله تحت الفيديو وان شاء الله هقدر احلها لك بسهوله باذن الله، وهكون معاك. او ان شاء الله باذن الله ما تنساش تدعمونا وتضغطوا على سبسكرايب وشير باذن الله للحلقه، خلي غيرك يستفيد. وان شاء الله باذن الله هنحاول بقدر الامكان ان احنا هننشر لكم بقيه الفيديوهات. احنا كنا قلنا لكم ان احنا ان شاء الله مش هنشرح لحضراتكم غير افضل واسهل واضمن 10 مواقع رابحه، تقدر تسجل في اي 3 او 4 منهم، كل يوم تشتغل نص ساعه ساعه، باذن الله تقدر تكون اللي انت عاوزه في اي في اقل وقت. خليك عباره عن مصدر رزق ليك تاني معتمد على مجهودك. نقدر ان نقول لحضراتكم نص ساعه في اليوم ان شاء الله هتقدروا انكم انتوا توصلوا اللي انتوا عاوزينه. اتمنى ان انا اكون اتوفقت، وان شاء الله تكون تعملوا بالنصيحه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.